صباح الخير على الجميع في فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. النهارده يا جماعه احنا على طريق الساحل الشمالي قبل مارينا بحاجه بسيطه قوي، قبل مارينا واحد بحاجه بسيطه عند قريه الاحلام بالظبط. نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا يا جماعه قريه الاحلام اهي جنب مننا على اليمين، وفي كوبري اهو قدامنا. اللي مكمل الساحل الشمالي رايح مارينا والعلمين خليه في الشمال، انا هطلع الكوبري ده. هنشوف مع بعض دلوقتي الكوبري ده هيمسكنا طريق موازي لطريق الساحل، تمام؟ لحد فين؟ لحد مثلا سيدي عبد الرحمن عند مراسي كده. الحته دي احنا ما صورناهاش قبل كده، هنصورها ايه؟ هنصورها دلوقتي مع بعض بحيث ايه؟ بحيث نتفرج عليها مع بعض، عشان لو مش عايز تخش الوصله اللي هي بتاعت مارينا من مارينا واحد لمارينا سبعه والعلمين والوصله دي كلها، يعني لو مالكش ايه مش رايح هناك او مالكش استخدام هناك ولا كده ولا كده، مفيش داعي تمشي ايه تمشي من طريق الساحل. هتطلع الكوبري اللي هو في وش ايه؟ في وش قريه الاحلام دي، تمام؟ وزي ما انت بقى طوال اهو. بصوا هي اطول حاجه بسيطه، بس زي ما حضراتكم شايفين كده هي ايه، هي فاضيه. هما بيصلحوا القافلين الجنب ده بيعملوه، فممكن ايه ممكن نعدي ايه نعدي الجنب التاني، بس عايزين نعدي في حتة ايه، في حتة ما فيهاش رملة. ايوه ممكن من هنا. بصوا يا جماعة الحتة اللي يبقى فيها رملة صفرة دي، لو انت معاك عربية ملاكي او فان حاول ما تدوس ايه ما تدوس عليه، تمام؟ ليه بقى؟ اقول لك ليه. طبعا هي مقفوله كده يا جماعه، المفروض يقفلها ايه؟ يقفلها من فوق. فاحنا هنرجع نكمل ايه؟ نكمل من على الساحل تاني. يبقى كده عرفنا ان الوصله دي، الوصله دي مقفوله في الوقت الحالي، محدش ايه محدش يخشها. فدينا ايه، دينا عرفناها كويس ان احنا برضو دخلناها، وهننزل برضو الفيديو بحيث ايه بحيث ال بحيث اللي جاي وعارفها ما يخشهاش بقى، يعني ما فيش داعي بقى ان انت ايه ان انت تخشها. هنوريكم بقى هنلف منين ونرجع. او في فتحة اهي هتطلعنا على الطريق الرئيسي، طلعنا اهو على الطريق الرئيسي بيقول لك 500 متر وهتلاقي ايه؟ هتلاقي يوتر. ايه بقى كده يا جماعه الوصله دي؟ الغيها بقى من حساباتك ايه الصيفيه دي النهايه، لان هم مدغدغينها مش هتخش تهوبس بقى، يعني انا ما رضيتش اهوبس واخش ايه واخش عكس اتجاه في اللي هو الاتجاه التاني، لقيت الدنيا ضيقه ومكسره برضو، فما تضمنش ايه؟ ما تضمنش هتلاقي ايه قدام، يعني تبقى انت داخل عشان توفر وقت. يعني انا كنت داخل عشان اوفر وقت مش مسافه، فانت تبقى داخل عشان توفر وقت تلاقي نفسك ايه
تلاقي نفسك ضيعت وقت اكتر. ايه بقى ملهاش ايه؟ ملهاش لازمه. هي بصوا اليافطه بتاعتها يا جماعه، بيقول لك سيدي عبد الرحمن علوي، لا الغي من حساباتك بقى ايه، الغي من حساباتك القصه دي الصفيه دي عموما يعني، ولا علوي ولا سفلي، خلينا ايه، خلينا من تحت. لما تبقى تتفتح تاني بقى يا جماعه نبقى نصورها ايه، نصورها من اول وجديد وننزلها. ادي الكوبري، هو المفروض بقى يقفل لي الكوبري ده، طالما انت عامل اعمال رفع طريق وفي انشاءات اقفل لي الكوبري بدل ما ايه ما تطلعني. بس هو ممكن يكون سايب الكوبري مفتوح بقى على اساس ان ايه، ان هيطلع النقل التقيل اجباري. بس انا شايف برضو ايه، في نقله اهو ماشي معانا على الطريق، فهو المفروض ايه، المفروض يقفلوا لنا الكوبري، بحيث ايه ادينا ضيعنا ايه، ضيعنا 7 8 دقايق على الفاضي، ما استفدناش ايه، ما استفدناش باي حاجه. مارينا واحد اهي، يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم، هي الكوبري قصاد ايه، قصاد مدينه، قصاد قريه الاحلام بالظبط. وبعديها لو فوتها بتلاقي كمين كده تحت الكوبري واقف ثابت، احيانا بيوقف واحيانا ما بيوقفش، اللي هو اللي احنا عدينا عليه ده. وبعد كده بعد الكوبري بتلاقي بقى مارينا واحد واثنين وثلاثة، اهو خدمات بترولية، هي عربية بترول اهي ماشية، وادي نقلة اهو برضو ماشي. يعني معنى كده ان هم ايه، ان هم اغلب العربيات دي ما طلعتش الواصله دي، لان هو الواصله دي لما كانت شغاله كانوا بيدخلوا النقل التقيل ده اجباري، يعني ما بيخليش النقل التقيل يمشي ايه، يمشي في الواصله اللي هي ابتداء من مارينا لحد سيدي عبد الرحمن، لان هي الواصله دي كانت بتطلعنا قصاد مراسي بالظبط، يعني قصاد بداية مراسي. فكانت بتبقى حلوة بقى، لأن الحتة دي أحيانا بتبقى زحمة وبيبقى فيها كثافات، فكنا بناخد الوصلة التانية دي، بتبقى ماشي إيه، عربية عربيتين بالكتير، يعني هم عربيتين تلاتة اللي كانوا بيبقوا في السكة. يعني عمري ما شفتها إيه، ما شفتها زحمة قبل كده. بس وادي مارينا اتنين اهي، حتى بص اهو نقل تقيل اهو، عربيات ليبيا دي، ده العربية بتلاقي عليها نمر جمارك اهي، جيمة اهي، دي جمرك سلوم، دول بتلاقيهم محملين بضايع من هنا في الاغلب، لان ليبيا ما بقاش فيها بضاعة. كان زمان الناس بتجيب كل حاجة من ليبيا، المعلبات والحاجات المستوردة من إيطاليا كانت منتشرة قوي في ليبيا. دلوقتي خلاص مفيش حاجة تيجي من ليبيا، هي ليبيا اللي بتاخد بقى، اللي بتاخد بضائع من مصر. ربنا يهدي الأمور ونشوف الدول دي زي ما كانت وأحسن بإذن الله رب العالمين. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا يا جماعة، هو فيديو قصير، ملحقناش يعني ايه، ملحقناش نصور حاجة. كنت اتمنى ان انا اصور لكم الطريق ده، كانت فرصة نبقى نشوفه من مرة تانية من الناحية التانية واحنا راجعين مثلا ولا حاجة، لو في امكانية نشوفه بقى الدنيا مفتوحة من الناحية التانية، ولا برضو على نفس الشكل. اللي عجبوا الفيديو يا جماعه استاذنكم اشتراك ولايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ايه اللي ما عجبكش في الفيديو، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمه. والسرعات لسه هنا معدي عليها انا، بس اللي شايفها انتم مش شايفينها، 190 80 70. ونشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد قريبا، ومع السلامه.